بال يعني انا وصغيره من كنت لما اقضي الاجازه يعني في الصيف دائما على دراجه، يعني دائما تنقلاتنا وروحاتنا وجياتنا من قرى مثلا لمكان ثاني العابنا كلها عباره عن دراجه. وطبعا مع الوقت صرت لما اسافر واطلع برا احب اخذ البايك تور في اي مدينه اروحها، لانه احس انه ممتع بالنسبه لي. قررت اني ادخل مع ناس تطلع بالدراجات، ما لقيت فريق اطلع معاه، فقلت اسوي انا فريق، يعني ليش ايش اللي يمنع. طبعا استشرت ناس واخذت موافقه دراجتي اللي هو رئيس الاتحاد الان، رئيس اتحاد الدراجات، الحمد لله يعني على طول حط الثقه فيني وقال لي اوكي ابشري تفضلي انت كوني الفريق. وبدات اسال كيف تكوين الفريق واجمع الناس، وتم تدشين الفريق في اكتوبر 2020. طبعا انا انضميت الى الكابتن هدى الشريف، طبعا كانت تجربه ممتعه، لقينا فيها بالنسبه للدراجه يعني طلعين الطاقه السلبيه، لقينا فيها رياضه ممتعه خاصه مع هذه الاجواء الان والاجواء ايضا الاخرى. الفريق يدعمك، يعطيك تكنيكات، يعطيك أساليب كيف تتعامل مع الدراجة، كيف تطور من مستواك، كيف توصل للاحترافية ممكن إذا اشتغلت على نفسك شوي شوي. بدأنا نسوي مبادرات تطوعية، منها حملة شرية نظيفة، سوينا أشياء في يوم المرأة العالمي، في شهر التوعية لسرطان الثدي، وسوينا أفطار جماعي للبنات في رمضان، احتفلنا بعيد ميلاد الفريق أول سنة له، وزي ما شفت الحمد لله تجمعنا الروح الحلوة مع البنات.